بالتالي هيبقى في مساحات كتيره جدا ورا علينا ان احنا نستغلها افضل استغلال. خلينا ناخد نجم النادي الاهلي الكابتن عمرو الحديدي، هقول لك مبروك مؤقتا لغايه لما بارك لك ان شاء الله بعد التتويج يوم الاحد الجاي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء الفل يا ابو حميد، اخبارك يا حبيبي؟ أهلا الف بيك. مبروك طبعا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اول حاجه يمكن انا بسمعك، احنا كسبنا يا جماعه، احنا عندنا شوط تاني موجود في المغرب، كولر هيعرف. بلاش نتكلم عن السلبيات، نتكلم عن الايجابيات. ال 45 ولا ال 48 دقيقه بتوع الشوط الاولاني نسبه استحواذ 85% ل 15% لفرقه الوداد، هو ده اللي هنلعب عليه، هو ده اللي هنشتغل عليه، هو اللي هشتغل عليه بالربط ما بين الحته الدفاعيه والحفاظ على مرمانا واستغلال الفرص اللي هتيجي. لازم تبقى جون، اللي هتيجي لازم تبقى فيها احراز هدف. اقلب الموازين، الضغط من جماهير المغرب على فرقه الوداد، الملعب كل حاجه هتبقى فيها ضغط على اللعيبه بتاعه الوداد. لعيبه النادي الاهلي بخبراتها وبامكانياتها تقدر تحسم المباراه. هرجعك بالذاكره، سان داونز لما راح لعبهم هناك فول تيم وبيلعب تسعه تعادلوا. مظبوط. فرقه كانوا بيلعبوها في افريقيا وتعادلوا 1-1، سيمبا 1-0 ولا 1-1، ولعبوا ضربات جزاء. مظبوط. يعني احنا لعبنا هناك قبل كده، ممكن انا لعبت في المغرب مره واثنين وثلاثه. مش الموضوع اللي احنا متخيلينه ولا قمه اداء فرقه الوداد. هي فرقه محترمه نحترمها، مش هنقلل من قدراتهم. هم برضو عندهم خط ظهر امين فرحان او امين ابو الفتح او زولا. الامكانيات بما فيهم حارس المرمى، احنا الصحافه المصريه كبرت امكانيات فرقه الوداد ان هم عباقره الكوره، هم دول اللي عندهم الحلول وما عندناش حدا بما فيهم يحيى جبران والاسماء اللي موجوده. نحترمهم ونأيدهم، بس احنا رايحين لهدف. احنا مسافرين من بكره او يوم الخميس، احنا لنا هدف واحد بس، التتويج باللقب في المغرب باداء رجولي، التزام، تعليمات مدير فني، ابتكار وتطور اداء لعيبه داخل الملعب، باستغلال الفرصه اللي تيجي بهدف. خلاص قلبت الموازين كلها، رجعت الدفه كلها اللي انت كنت ماشي منها هنا الان لجبهه ايجابيه، واحنا عندنا شواهد لده. الاهلي لما لعب في 2006 وسافر مانويل جوزيه كان متعادل في مصر مع الصفاقس 1-1، وفي هدف ابو تريكه الشهير في الدقيقه 91 خلصنا الموضوع. يعني الموضوع مش صعب، الموضوع اسهل مما يمكن، بس هي محتاجه رجاله وتركيز. هل شايف انه مباراه الحد اللي جاي تستدعي انه الاهلي يلعب بنفس الطريقه او نفس التشكيل، ولا من الممكن ان احنا يعني انه مستر كولر يفكر في طريقه او تشكيل مختلف لمواجهه الوداد؟ بص، هو 90% طبعا هيبقى، طبعا احنا من النجاحات اللي احنا شفناها امبارح وطمن الجمهور النادي الاهلي على حراسه مرمى مصطفى شوبير بالتالق الظاهر فيه، يعني اللي تعامل معاهم الاربع ولا الخمس فرص اكثر من رائع. صحيح. مصطفى شوبير الف مبروك للكابتن. واحد من مكاسب المباراه امبارح بالظبط. الايجابيه الثانيه تالق حسين الشحات، تالق حسين الشحات اللي بيتلاعب ويتناغم على وتيره خط ظهر فرقه الوداد. بيرستاو محتاجه فوقان شويه كثيره من مروان ومن حمدي ومن آل ديانج. حتى لو كهربا هو اللي هيبدا او محمد شريف او الراجل هيلعب بفكر ازاي امتلئ نص الملعب والعب على شادو الاسترايكر، الاسترايكر الخفي اللي غير متواجد، يبقى ممكن يكون عبد القادر وحسين وتاو وحمدي. طيب متفق معاه كابتن عمرو انه الوداد اللي بدا هنا بسيناريو متراجع ولعب بتسع لعيبه قدام حارس مرماه، السيناريو هيكون مختلف تماما في ماتش العوده؟ يعني بالتاكيد هو الوداد الذي يبحث عن التسجيل. المباراه لو انتهت هناك 0-0 النتيجه دي يتوج بها النادي الاهلي بطلا لافريقيا، وبالتالي الوداد يبحث عن تسجيل هدف. فكره الخطوط والمساحات، هل شايف انه يعني على مستر كولر كيفيه استغلالها؟ هل شايف انه في اوراق يمكن ما تكونش شاركت في مباراه امبارح ممكن تكون جديره او ممكن تكون افيد في مباراه العوده؟ 100%. انت حضرتك قلت كلمه ونصيحه الناس تاخد بالها منها، اداء لعيبه الوداد في مباراه في استاد القاهره شكل ان انا بلعب تحت الكوره وبضغط بصامبو بس على عبد المنعم وياسر، هناك هيبقى عندك ثلاثه فراوده هيهاجموك زي ما هاجم فرقه سان داونز. العب باوناجمو، هيلعب بصامبو، وهيلعب بسيف بوهرا او زهير المتراجي، هيضغط فهيقلل لك الكثافه العدديه في نص الملعب. دي هتستغلها انت بالهجمه المرتده اللي انت هتشوفه في ماتش الرجاء، ماتش الوداد، ان هو هيضغط عليك من البدايه. استغل انت الكونتر اتاك باحراز هدف في الاول، اربكت حسابات كل المغرب بما فيهم المدير الفني.
صحيح. فكر في الايجابيه، كولر هيشتغل من النهارده وما اداش راحه على السلبيات اللي كانت موجوده امبارح في جزء بنسبه 40% وجزء اكثر من 60% في خط ظهر ونص ملعب وحارس مرمى لفرقه الوداد. استغلال الفرص والمراوغات الفرديه اللي ابهرت الناس امبارح من الو ديانج ومن حسين الشحات لازم تكون بنفس المواصفات. الضغط العصبي اللي هيحصل على الوداد عشان عايز يسجل في البدايه وضغط الجماهير هيبقى على الوداد اكتر من لعيبه النادي الاهلي. طيب الموقف ده مهم جدا. عايز اقول لك النواحي الدفاعيه، وانت طبعا كنت مدافع كبير، انتوا كنتوا خط دفاع حديد يعني على اسمك كابتن عمرو. هل تعتقد انه من الوارد التفكير حتى في فكره انك تبدا بثلاثه متولي ياسر عبد المنعم في مباراه كازابلانكا وتقفل ورا بثلاث لعيبه في قلب الدفاع وتلعب على هجمه مرتده، ولا صعب قوي انك انت بعد ما اتعودت طول الموسم تلعب بطريقه تغير في مباراه بحجم وباهميه مباراه نهائي دوري الابطال؟ لا انت عندك القماشه ولا الخامه اللي موجوده تقدر تلعب باي طريقه. لعيبه النادي الاهلي باحترافيتها تقدر تلعب باي طريقه. احنا لو رجعنا بالزمن في 93 في افريكا سبور الخواجه في يوم واحد غير الطريقه ل 3-5-2 لعبت انا وجمال والكابتن علاء عبد الصادق. ملهاش دعوه، انت امكانيات لعيب لك تشتغل ان متولي وياسر وعبد المنعم عمان عشان هيضغط عليك باثنين فراوده او بثلاثه فراوده وارد. هي الثلاثه 6-1 دي هي عباره عن ايه؟ امتلاك زمام نص الملعب وبلعب على المرتده اللي فيها ايجابيه على مرمى الوداد، وارد. لعيبه النادي الاهلي 100% الراجل وهو بيشرح اثناء محاضره او في الملعب بيبقى بيستعمل لعيبه النادي الاهلي عندها استعداد 4-2-3-1 4-1-4-1 أربعة. انت تفضل ايه يا كابتن عمرو؟ ماتش الكازا، ماتش الدار البيضاء، للقوه البدنيه اللي بيلعب بها سامبو كسترايكر لازم يتلعب عليه مان، وده نجح فيه ياسر ابراهيم في الشوط الاولاني. بعد كده ابتدى يحصل تبادل ما بين محمد وياسر في المراقبه لسامبو. لا هو ياسر من البدايه ومحمد عبد المنعم ياخد الفرود الزائد زي 90% هيبقى زهير المترجي، ويلعب متولي على المضمون اكتر منه التحضير. المضمون هو ازاي ما يبقاش فيه استقبال مرمى الشناوي لاي ضغط من فرقه الوداد من فراودته او من نص ملعبه. وماتش العوده اعتقد انه فان دي بروك هيلجا اكتر لاوناجم، يمكن اوناجم ما ظهرش او نزل كورقه بديله لانه كان مطلوب اكتر من الفريق النواحي الدفاعيه، لكن هجوميا اعتقد انه اوناجم هيبقى ورقه ما فيش بديل عنها. طيب خليني ابو حميد 4-3-3 زي ما بدا الشوط اخر ثلث ساعه من الشوط الثاني. تمام، بشكرك كابتن عمرو، شكرا جزيلا. شكرا. الى ان يكون لنا لقاء هنا في الاستوديو على الهواء. بشكرك شكرا جزيلا، نجم النادي الاهلي ونجم خط دفاعه كابتن عمرو الحديدي، ومعانا واحد من عتاوله.